محمد موقف محرج مضحك ما نسيتوه طول عمرك؟ انا في مواقف كثيره محرجه. عطني موقف يعني كل واحد احرج من الثاني. عطني لكن واحد. دعني اقول لاخي يقول لك احد المواقف. مشغول والله. قل انت اذا اخوك برا مشغول دامك عندك قدر علمني انت. يلا اني برا عندك قدر الثاني حق انك تقول انت عندك قدر الثاني علمني. الله فيك. ايوه تفضل. احد المواقف المحرجه وفعلا حصلت طبعا اللي هي اول شيء كيف اكبس هذا؟ كيف خل اعرف ان انكبس؟ شد عليه بيطلع صوت؟ ما لا مو بالحين. خلاص كفي. ها كذا اوكي ممتاز اسلم خلاص. طب شب الله اسمع 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 ما غلط اسلم. سيبه موقف.